صلاة، يقول له وقت الصلاة قبل، وقت الصلاة قبل، مو وقت الصلاة وقت المرض. لا إله إلا الله. شباب شباب، صلاة صلاة يا شباب، تكون ولا ما تكون؟ كم من بيننا؟ أسألك بالله اللي جالس الآن تسمع، ما صليت العشاء قوم، قوم توضى وصل، قوم يا شباب، يكفي يكفي معاصي، يكفي مئات مئات آلاف، سوي له مغاسل الأموات ما يصلون، الآن في قبره له سنين سنين، كيف حاله؟ كيف وضعه في القبر؟ والله العظيم شباب معنا من جد الآن في قبره له سنين، في حفرة من حفر النيران، يتعذب عناء الليل وأطراف النهار، والسبب إيش؟ سبب فعل الدين، تركنا الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، يا شباب، يجيبون عمره 21 سنة، 21 سنة، يجيبون إلى مغسلة الأموات، يوضع على دكة الغسيل، يقف ولد عمه، يبدأ المغسل يغسله، يطلع ولد عمه من المغسلة في حي الصفا، في حي الصفا، هذا الشاب اللي أذكر قصته أنا الآن، والله أعرف اسمه وأعرف حارته وأعرف حيه، لما بدأ المغسل يغسله طلع ولد عمه من المغسل يصيح يقول الصلاة الصلاة، قالوا ايش فيك وقت نصايح الآن، وقت مواعظ الآن، تبغون تعرفون ايش فيها؟ ادخلوا شوفوا فلان، والله دخلوا دخلوا وعيذ بالله يقلب بشرة وجهه إلى سواد شديد، وصديد من أذنه لا يتوقف، لما سألوا عن حاله قالوا والله ما توى ولا يصلي، ما توى ولا ينام إلا سمعت الأغاني على أذنه. إلى متى؟ إلى متى وأنت مضيع أعظم أمر؟ إلى متى؟ وانت لسه ما انت عارف قيمة الصلاة؟ اسألك سؤال وسامحني، ايش بينك وبين الله؟ ايش بينك وبين الله؟ يوم ما تدخل بيته وتركع وتسجد بين يديه، اقول لك على امر وسامحني، اقسم بالله بعض الشباب وبعض الناس، الله 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 كره اللي يشوفه في بيته، اقسم بالله بعض الشباب الله كره ان يراه ساجد وراكع بين يديه الا، فاحذر ان تكون ممن كره الله طاعته، احذر ان تكون ممن كره الله عز وجل ان يراه في بيته، شرعيا من اجل الله ان يسعد الله في الدنيا والاخره.